بسم الله الرحمن الرحيم. الشعب على أعتاب الذكرى الثالثة للثورة المباركة والمظفرة إن شاء الله، وقد استعد لإحياء هذه الذكرى العطرة وهذه المناسبة الثورية لتأكيد قراره التاريخي بضرورة التخلص من هذا العبء السياسي الثقيل الذي ملأ البلاد جورا وظلما وأحال نهارها ليلا وظلمة، وبالتالي فإن الشعب وهو يستعد لهذه الذكرى سوف يثبت للعالم بأنه قادر على إحداث التغيير بدون أن يعتمد على أحد إلا نفسه وإلا الله سبحانه وتعالى. الثوار كما علمنا في هذه الأيام يعملون ليلا ونهارا، خصوصا بعد أن سقط الشهداء وآخرهم الشهيد فاضل عباس رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وانتقم من قاتله إن شاء الله، وأيضا بعد حل المجلس العلمائي وهو قرار سخيف سوف يؤجج أيضا ويثير الشعب ضد هذه الطغمة التي تأخر سقوطها كثيرا ولن تبقى بعد الآن، لأن الشعب قال كلمته. الشعب يريد إسقاط النظام، وإذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.